العلاقات ما بين مصر والبرازيل وفي إطار زيارة لولا دي سيلفا للقاهرة أحتاج المزيد من الفهم. دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور رامي. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أتمنى تكون بخير دائما. دكتور رامي، زيارة لولا دي سيلفا لمصر 15 فبراير وضمن جولة إفريقية هتشمل مصر وهتشمل أيضا إثيوبيا، وأيضا هرجع على العلاقات المصرية البرازيلية خاصة في ظل اتفاقات كبرى تشملنا جميعا، مجموعة البريكس أعني. تمام، بص يا فندم، هو طبعا الزيارة دي هي دي يعني الزيارة الثانية خلال رحلته الرسمية الثانية لأفريقيا، ودي يعني تحسبا أو من ضمن حسابات فترة ولاية دي سيلفا الثالثة. المسألة هنا إن الخطورة مش بس إن البرازيل دولة حققت معدلات نمو مرتفعة، لا، البرازيل أساسا لها إيديولوجية على المستوى السياسي. الأيديولوجيا هنا إن هي بتتعامل مع دول الجنوب وكأنهم شركاء في التنمية. صحيح. ودول الجنوب هنا من أهمها، يعني إحنا عندنا مصر كانت من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز طبعا تاريخيا، وليها دور وثقل سياسي واستراتيجي عالي جدا. ومن ثم البرازيل يعني بعد ما حققته من معدلات تنمويه هائله جدا، يعني وطفره تنمويه انتشلت من خلالها 27 مليون واحد من الفقر، 27 مليون برازيلي من الفقر في 11 سنه فقط. يعني المساله بنتكلم على الفتره من عام 2001 لعام 2012، السياسه البرازيليه او التجربه البرازيليه قدرت ان هي تنشل 27 مليون برازيلي من الفقر. طيب بالنسبه للعلاقات مع مصر، احنا اول حاجه البرازيل ومصر دلوقتي اعضاء في البريكس، يعني اي تعاون ما بينهم مفيش دولار خلاص، المساله هنا في عملات اخرى. طيب مصر محتاجه ايه من البرازيل؟ محتاجه الطفره اللي حققتها البرازيل في صناعات عديده. احنا عندنا قوه عامله كبيره جدا، ومن ضمن القوى العامله دي في قوه عامله مدربه بشكل كبير جدا، وبالتالي انا بكمل اللي مصر محتاجاه وبكمل ايضا اللي البرازيل محتاجاه. يعني بمعنى ادق، لو البرازيل اللي نقدر نقول ان هي تبقى الممر لنفاذ السلع المصريه في امريكا اللاتينيه، مصر ايضا هتبقى الممر لنفاذ السلع البرازيليه لقاره افريقيا كلها، بسبب حاجه خطيره جدا، عضويه مصر في الكوميستا. لان بسبب العضويه دي اي حد هيصنع في مصر من الدول دي هيقدر يصدر لكل الدول الافريقيه بزيرو جمارك، مش هيدفع ولا مليم في الجمرك، وبالتالي ده هيخدم على الطفرة التنموية اللي البرازيل عايزة تحققها أو تزود معدلات النمو البرازيلي. وأيضا الاقتصاد المصري هيساهم في زيادة وتيرة معدلات النمو، وده هيجنب مصر الكثير من، يعني نقدر نقول بقى، المضاربة في سعر العملات. وفي نفس الوقت أنا بتاجر بعملة جديدة أو بعزز النمو الاقتصادي بعملات جديدة هتبقى بعيدا جدا عن فرص الاحتكار او فرص المضاربه، بما يؤثر على سعي الحكومه المصريه لتعزيز معدلاتها. بس علشان ده يحصل لدكتور رامي، علشان يعني البلدين يتحولوا الى بوابتين، واحده بوابه لافريقيا وواحده بوابه لامريكا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه، اعتقد لازم هيتعمل اتفاقات متعلقه برفع الحواجز الجمركيه او على اقل تقدير تخفيضها الى ادنى مستوى ممكن. هو ده طبعا، لان احنا هنا يعني مصر بالنسبه للبرازيل هي اكبر شريك تجاري في القاره الافريقيه كلها، ده مصر. يعني احنا حجم التجاره الثنائيه ما بين مصر والبرازيل يعني تقريبا 489 مليون دولار امريكي، ده في المنتجات المصريه اللي بتستوردها البرازيل، ومليار و83 مليون دولار امريكي من المنتجات البرازيليه اللي بيتم تصديرها. يعني اجمالي حجم التجاره داخل له تقريبا 3 مليار او 2.8 مليار دولار امريكي تحديدا. طب عشان ازود ده، لازم زي ما حضرتك قلت فعلا ان لازم يحصل يعني نوع من القبول او السعي لتخليص الحواجز الجمركيه، وده البريكس الحقيقه بتوفره في وتيره زياده معدلات النمو ومعدلات التبادل التجاري والاقتصادي. لكن الاهم من ده كله، انا عندي السوق هنا محتاج ايه؟ يعني البرازيل، وده الخطير بقى ليه؟ المساله هنا ان البرازيل هتوفر لمصر منتجات، المنتجات دي كنا بنشتريها بالدولار. ومن ثم هنا نفس السعي او نفس اللي مصر بتعمله، ان انا بوفر دول ثانيه بتصنع منتجات، المنتجات دي انا بحتاجها هتغنيني عن المنتجات الاخرى اللي بستوردها بالدولار. وفي نفس الوقت السعر بتاعها هيبقى مقوم بسعر عمله ثانيه غير الدولار، فالتكلفه هتبقى منخفضه. هيبقى السوق عندي هنا بقى ايه؟ في منتجات
بسعر مخفض وكفاءه عاليه وسعر متناول في ايدي الجميع، هيضطر الباقي التجار اللي عندهم منتجات ثانيه يقدروا هيتم اجبارهم على ان هم ينزلوا في السعر، والا هيحصل عندهم ركود هيخسروا فيها. عشان كده مصر كمان، يعني يمكن الساده المشاهدين ان مصر المعلومه دي لسه يعني هتتنشر، ان الحكومه المصريه برضو بتعمل زي بعض المشروعات في البرازيل، المشروعات اللي هي متعلقه بصناعه اللحوم، لحوم الابقار اللي هي المسالخ والصناعات اللي هي الجاهزه في صناعات اللحوم. ده غير كمان ان بيتم مناقشه فتح خط جوي ما بين ساو باولو العاصمه البرازيليه والقاهره بشكل كبير جدا. يعني المساله هنا ان في سبل للتعاون الاستراتيجي البرازيل ومصر كدول جنوب حريصين عليها، عشان على الاقل يعني نوعا ما يقدر يكون دول الجنوب لها تاثير على الساحه الدوليه وعلى السياسه الدوليه، يحد من السياسات او التاثيرات او اطماع بعض القوى الكبرى اللي هي بتبقى عايزه تفرض اجندتها على مجموعه من الدول. طيب يمكن يا دكتور حضرتك برضو يعني شرحت جانب كبير من فكره التعاون الاقتصادي اللي يتم ما بين البلدين، لكن فيما يتعلق ب الملفات السياسية اللي ممكن يبقى فيها توافقات ومشتركات ما بين البلدين. تمام، انا حي جدا على حضرتك على السؤال ده. بص البرازيل في امريكا اللاتينيه او معظم دول امريكا اللاتينيه بتبقى ضد، يعني خليني كده ما بين قوسين، ضد الهيمنه او التدخلات الامريكيه في الامور السياسيه. طبيعي. وبالتالي احنا هنا يعني عشان اتكلم بمنتهى الامانه، يعني معك. المساله ان احنا هنا طبعا مصر هي دوله محورية في منطقة الشرق الأوسط، لها وعضو فاعل في المعادلة السياسية والأمنية، لكن بترفض التدخلات. بمعنى أدق، مصر لها علاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الدرجة جيدة جدا مع روسيا، وبالتالي منفتحة على جميع القوى. أنا هنا عشان أحد من سعي القوة دي لتدخلاتها عن طريق دعم بعض الأطراف بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بما يسبب لي يعني بعض المناوشات اللي هي بتمس الامن القومي المصري، لا، انا ممكن اوسط علاقاتي ببعض الدول اللي تتفق معايا في الايديولوجيا، وبالتالي وده مش جديد، الرئيس عبد الناصر عمله بتاسيس حركه عدم الانحياز، ما هو كان الهدف. بس هنا لو حضرتك سمحت لي هختلف شويه، الايديولوجيات اصبحت غايبه عن العالم، يعني انا النهارده ما اقدرش اقول انه مصر تسير على نهج ايديولوجي، يمكن ايام الزعيم جمال عبد الناصر جزء من المرحله وظروفها، فانا عندي معسكرين اشتراكي ومعسكر راسمالي، قدرنا ان احنا نكون مجموعه دول عدم الانحياز احنا والهند ويوغوسلافيا، كانت وقتها المرحله تمكن لنا أن نكون مجموعة ضاغطة حتى برغم انحيازاتنا للمعسكر الاشتراكي آنذاك، لكن دلوقتي غابت الأيديولوجيا عن صناعة القرار الدولي. يعني هو طبعا يا فندم، بس احنا في السياسة الخارجية متمسكين بالمثالية في السياسة الخارجية، والمثالية دي الحقيقة يعني هي ليها إيجابياتها وفي نفس الوقت يعني ليها تداعياتها. التداعيات هنا يمكن غير الإيجابية، إن هي بتخلي دايما إن بيبقى فيه نوع من رد الفعل بشكل مستمر. طب أنا لما دلوقتي أعمل تحالفات أو أوطد علاقات مع دول هي لها توجهات، التوجهات دي بتخدم على توجهات أو بتتفق معها في حاجات كتير جدا، وزي بالظبط تجمع الأسيان، يعني الدول الأسيوية خاصة الدول النامية لما عملوا تجمع بينهم ومن بعض، هو هنا عشان يعزز أواصل أو روابط الصلة ما بينهم، وفي نفس الوقت يخليهم كتلة، الكتلة دي يصعب السيطرة عليها أو يصعب اختراقها أو تفككها. طيب العلاقة ما بين مصر، أنا عندي مصر في القارة الأفريقية والبرازيل في أمريكا اللاتينية، اللي بيجمع ما بين الدول دي هي ثقافة أو رابطة الدول الجنوب، بمعنى أدق ده اللي بيعزز كمان ده الجراوند أو ده الأرضية الكبيرة. اللي بيعزز الروابط دي يا فندم موضوع البريكس، لان اساسا تحالف البريكس اول ما نشا هو كان نشا بهدف سياسي، لكن المساله هنا لما طبعا تم تعزيز الروابط الاقتصاديه ما بين البريكس ما بين اعضاء البريكس خاصه روسيا والصين، في معدلات نمو عاليه ارتفعت جدا، بس في الفتره اللي احنا فيها دي بيتم استغلال المعدلات النمو الاقتصاديه ما بين الدول اعضاء البريكس اللي هي حجب التدخلات الامريكيه او النفوذ الامريكي على مستوى العالم، واللي بيقود ده روسيا والصين طبعا. وبالتالي اعضاء البريكس هنا
مش هن... يعني احنا مش بنتكلم بقى ان احنا هنحد من النفوذ الامريكي، لكن على الاقل هنستفيد في ان احنا اقتصادنا ما يعتمدش على بشكل كبير جدا على طرف واحد بعينه، لا احنا هننفتح على الاطراف متعدده الاقتصاديات، وده كان النهج المصري منذ البدايه. صحيح صحيح، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه.